ما رأيك أستاذ حافظ؟ المشكلة ليست بين المكون العسكري والمكون المدني، المشكلة داخل المكون المدني بحد ذاته. يعني حتى الآن لم نجد مبادرات من قوى الحرية وتغيير الميثاق الوطني، حتى الآن لم يطرح أي مبادرة دعا إلى منصة تأسيس والعودة من جديد لإعادة تشكيل القوى الحرية والتغيير، ولكن ليس هناك مبادرة حقيقية حتى الآن للخروج من هذه الأزمة. التحية لك والتحية لمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. أنا أعتقد أن هذا الأمر معقد ومركب، حيث كما ذكرت وأشرت إلى أن قوى الميثاق الوطني لم تقدم أي مبادرة ولم تقل حتى الآن أي جديد في ما يخص العودة لمنصة التأسيس التي يعني دعت إلى حل الحكومة واعتصمت أمام القصر، ويعتبرها الكثيرين بأنها مهدت لانقلاب 24 من أكتوبر. صمتت الآن بعد أن تم إقصاء عدد كبير من أو إقصاء مكون رئيسي في الثورة. الأزمة الحقيقية في السودان هي أن الإقصاء للقوى المدنية دائما يتم دائما بتحالف قوى مدنية أخرى مع المكونات العسكرية طوال تاريخ السودان، وبالتالي لم يتقدم المكون العسكري في هذه الخطوات التي اتخذها مؤخرا إلا بعد أن استغل هذا الخلاف طبعا أو تأكد من أن هناك قوى سياسية تقف إلى جانبه. لكن هذه المرة كانت رؤيته خاطئة، ورؤية القوى السياسية التي وقفت إلى جانبه أيضا كذلك رؤية قاصرة، حيث الشارع السوداني يعني لديه حساسيات كبيرة ولديه إشكالات مع الحكم العسكري خلال الفترة الماضية، ولا أثق كثيرا في فترة انتقالية يتم السيطرة عليها من قبل المكون العسكري، ولا يثق حتى في انتخابات يمكن أن يشرف عليها مكون عسكري. وبالتالي هم يرون أن الانتخابات الآن هي الحل، لكن هذا قفز على المراحل وحرق لها وتجاوز واقع يعني يقول بأن هناك أزمة سياسية خانقة في البلد، وهناك مجموعة كبيرة من قوى الثورة تم إقصاؤها عن الفترة الانتقالية تماما وإخراجها من الوثيقة الدستورية وإخراجها من المشهد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الانتخابات في هذا الوقت وتجاوز. ولكن الواقع ما هو المخرج من هذه الأزمة إذن أستاذ حافظ؟ المخرج هو أن يخاطب القادة المختلفون الواقع الآن الذي يعني يشهد حراكا محموما وشهداء على الأرض ومليونيات تخرج تباعا، وكذلك استعداد كبير من الشباب للتضحيات من أجل الحكم المدني الكامل. لا بد من إجراء تعديلات أساسية وهيكلية في المؤسسات المختلفة قبل الذهاب إلى الانتخابات، حتى تعيد الثقة إلى الأطراف، وحتى تضمن العبور بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها المرغوبة، وهي التحول المدني الديمقراطي المستقر يعني. وبالتالي لا بد من تغيير معادلة القوى، لا بد من إصلاح جذري وتغيير كبير في المؤسسة العسكرية، وكذلك إصلاح المؤسسات المدنية منها مجلس الوزراء وكذلك المفوضيات التي يعني تشرف على الانتخابات والقوانين، وأيضا المضي إلى الاستعداد المبكر من قبل القوى السياسية للانتخابات. يعني الانتخابات تحتاج إلى قوى سياسية يعني ديمقراطية حتى يعني نعم. تثبت أو ترسي ديمقراطية في البلد. نعم. وكل ذلك لا يتم إلا عبر الحوار أستاذ.